صباح الخير عليكم، أهلا بحضراتكم في يوم جديد وصباح جديد عليكم. أتمنى لكم السعادة والتوفيق دايما. طبعا دايما بحب أفكركم بالإجراءات الاحترازية، الجو برد دلوقتي والإنفلونزا زي المخلاوي زي الكورونا، التلاتة أعراضهم متشابهة والأعراض مش عايزين نعرف إحنا عندنا إيه، المهم ناخد بالنا ونتابع الدكاترة في هذه الحالات. ناس كتيرة بتكح، ناس كتيرة بتعطس، حاولوا تلتزموا بالإجراءات الاحترازية لسلامتكم وسلامة أولادكم. ونرجع بقى تاني، كمامات في المواصلات وغسل اليدين قبل طبعا في كل وقت وتباعا. هبدأ معاكم مجموعة من الأخبار المختارة. وامبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في هضبة المقطم بيتابع الإجراءات هناك، وشدد على أن يجب أن يكون هناك أنشطة أو إقامة أنشطة استثمارية جديدة في هذه المنطقة عشان الشباب في هذه المنطقة والمناطق المحيطة به. خلونا نطلع لتقرير رئيس الجمهورية في نشاطه أمس. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس شدد على إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب. بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائط داعمة للهضبة حفاظا على أمن المواطنين. هروح لموضوع تاني، وطبعا احنا عارفين ان صناعة السيارات في العالم كانت واجهت مشاكل ايام اغلاق كورونا، وفي هذا الوقت احنا كان عندنا مبادرة مهمة جدا، هي مبادرة احلال السيارات القديمة سواء على صعيد الملاكي او التاكسي او حتى الميكروباص بسيارات جديدة، والاهم من انها تكون سيارات جديدة انها بتعمل بالغاز الطبيعي عشان يوفر وقود للسائق ويوفر علينا استيراد هذا الوقود، وفي نفس الوقت بيوفر علينا الغاز، بيوفر علينا التلوث اللي بتنتجه الوقود الأحفوري العادي بالغاز الطبيعي اللي بينتج أقل من يعني 90% أو أكتر كمان من انبعاثات الغازات زي البنزين والديزل. طبعا زي ما قلنا الدكتور مجاهد حسني المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات قال إن صناعة السيارات على مستوى العالم بيواجه عدد من الأزمات العالمية ما أثر بشكل سلبي على السيارات المعروضة ضمن المبادرة. أضاف حسني إن المبادرة نجحت في تسليم أكثر من 25 ألف سيارة للمواطنين على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، متابعا الدولة تتبنى مفهوم الحفاظ على البيئة من الملوثات الضارة والناتجة عن الوقود التقليدي. أشار أيضا مجاهد إلى أن الدولة المصرية تتجه بشكل كبير إلى صناعة السيارات الكهربائية وتحويل السيارات للغاز الطبيعي كونه طاقة نظيفة وتحافظ على البيئة، وقال إن المبادرة بتعمل في 7 محافظات في الوقت الحالي ويتقدم لها مواطنون كثيرون للحصول على سيارات، مؤكدا أن المبادرة فتحت فرصة كبيرة للمواطنين لتبديل سياراتهم، وتم الإعلان مسبقا عن ضم 5 محافظات جديدة خلال الفترة الراهنة. وزارة الأوقاف بتقوم بعمل هام جدا في إحلال وتجديد وبناء مساجد وصيانة طبعا مساجد جديدة ومساجد قديمة وتجديد وصيانة المساجد منها الأثري ومنها غير الأثري، منها المساجد الموجودة. أمس وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف افتتحت 20 مسجد في عدد من المحافظات، من بينهم 14 مسجد جديد، كان في 14 مسجد جديد او احلال او تجديد، يعني هم في خلال في ضمن ال 14 دول في منهم مساجد جديده، في منهم مساجد تم احلالها ومساجد تم تجديدها، وبالاضافه لست مساجد كان فيها صيانه، ليصل اجمالي ما تم افتتاحه منذ 1/7/22، احنا بنتكلم على النص العام المالي الاول اللي هو من 1/7 لغايه 30/31
ديسمبر، ده العام المالي 22-23، ده النص الأول. تم افتتاح من 1/7/22 حتى تاريخه حتى الآن 541 مسجد، منها 443 مسجد جديد أو إحلال أو تجديد، و96 مسجد صيانة. طبعا داخلين دايما قبل أجازة نص السنة، عندنا امتحانات نصف العام وفي مراحل تعليمية كتيرة. بدأت الامتحانات من اليوم ال 14، من اليوم السبت 14 يناير هتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي، الصف الأول والثاني أعتقد الثانوي الفني والعام. خلينا نشوف أكتر عن هذه الامتحانات. فالوزارة انتهت من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وفي مجموعة من المعلومات عن الاستعداد، ومن أهمها خلوني أقول لكم، يعني عندي معلومات كتيرة بس هنعرف أكتر مع ضيفة عبر الهاتف، بس خلونا أكلمكم عن حاجتين أخدوا يعني انتباهي. إن في حالة رغبة الطالب بالصف الأول الثانوي بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية بعد غلق الموقع الإلكتروني الاستمارة الإلكترونية لتحديد بيانات الطلاب وعدم إمكانية تعديل أي بيانات بها، يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التي يرغب في أدائها بعد أخذ قرار كتابي من الطالب بذلك. زيها في حالة رغبة الطالب بالصف الثاني الثانوي العام تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية أو العكس، بيتم تسليم الطالب امتحان ورقي لمواد الشعبة التي يرغب في أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابي بذلك. طبعا في مجموعة من الحاجات التانية المرتبطة بالتاب، و يعني حذرت المدارس الطلاب من عدد أمور مهمة لغلق منصة الامتحانات اللي هي السويفت أكسس الموجودة على التاب، عشان فكرة تقسيم الشاشة بيخرجك من الامتحان، فكرة انك انت تلغي مجموعة من الاوبشنز اللي موجودة في التاب زي الغاء مهام اللي هو الزراير، الثلاث زراير اللي تحت اللي هو الهوم والابليكيشنز والباك، في ناس بتعملها زي النظام الجديد اللي هو السوايب او السحب من اليمين او من الشمال او غيره او من تحت لفوق بيشيل المهام ده. هم بيقولوا ان ده بيخرجك من الامتحان، اي خروج من المنصة ومحاولة العودة ليها هيخرجك من الامتحانات. خلينا نعرف اكتر معايا دكتور ياسر سليم الباحث بكلية التربية جامعة السادات. دكتور ياسر صباح الخير واهلا بحضرتك. صباح الخير حضرتك استاذ حسام، واهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينا الكرام. اهلا بحضرتك. يعني الاستعدادات، يعني الوزاره قالت مجموعه من الحاجات، طبعا هم يعقدوا امتحان الكتروني باستخدام اجهزه التابلت وورقيا بالنسبه للاسئله المقاليه، الامتحانات معموله بنظام الاوبن بوك ومع تسليم الطالب ورقه مفاهيم وعدم السماح له بالدخول بالكتاب او الملزمه، وقالوا ان هم عملوا اختبارات للشبكات. سريعا كده متابع هذا الموضوع ازاي يا دكتور ياسر؟ طبعا استكمالا لكلام حضرتك، زي ما تم الاعلام من فتره كافيه جدا عن طريق مديريه التربيه والتعليم وعن طريق الادارات التعليميه والصفحات الرسميه للمدارس، ان نظام الامتحان هيبقى نظام الكتروني زائد ورقي، بمعنى ان النهارده ولادنا في الصف الثاني الثانوي هيمتحنوا لغه عربيه، عندهم طبعا وقت الامتحان ساعتين ونص، في جزء محدد للتابلت اللي هو الاسئله الالكترونيه بنظام الاسئله اختيار متعدد، وبعد كده هيستلموا ورقه خاصه بيهم بنظام البوكلت. الورقه دي هيبقى فيها اسئله خاصه بالتعبير بالبلاغه بالادب، دي بالنسبه لنظام الامتحان. طبعا بناكد انه نظام ورقه المفاهيم، ورقه المفاهيم الطالب قبل دخول لجنه الامتحان في كل يوم عنده امتحان بيستلم ورقه المفاهيم، بيسلمها في نهايه اليوم. نعم. وممنوع الخروج من اللجنه بورقه المفاهيم دي. طبعا ورقه المفاهيم دي هتساعده لانه فيها بعض نواتج التعلم الخاصه بالمنهج اللي هيتم الامتحان فيه. بنقول لاولادنا ونطمن اولياء الامور انه الفتره السابقه تم اختبار شبكات المدارس الالكترونيه على اعلى مستوى، ما تقلقوش. تم عمل اختبارات تجريبيه لاختبار الشبكات وتم رفع الاسئله على منصه الامتحانات. بنقول لاولادنا ونبهنا عليكم، هما دلوقتي في امتحانات بندعيهم يا رب بالتوفيق والتثبيت ان شاء الله وعدم التشتيت. بالنسبه للتابلت، حدث التابلت بتاع حضرتك، التابلت مشحون بنسبه 100%. بالنسبه للتابلت انت بتتحرك من البيت، اقفل التابلت بتاعك. التابلت بيتفتح داخل اللجنه عشان خاطر ما يتخشش على اي شبكه غير شبكه اللجنه بتاعتك ويحصل فيه مشكله عندك تقنيه. وزاره التربيه والتعليم والمديريات قدمت بعض التحذيرات.
بالنسبه للطلاب لاستخدام التابلت عشان خاطر ما نتعرضش لمشكله كبيره جدا وهي غلق منصه الامتحان. نعم. والمنصه لو اتقفلت للاسف مش هنعرف نفتح المنصه الثانيه. فينا بنقول لو اتقفلت على التاب بتاع اي طالب، على الطالب لوحده اكيد مش هتتقفل على المجموعه. هو في بعض التحذيرات خاصه بين الطلاب، في بعض المشاكل التقنيه لو حصلت لا قدر الله ايه الاجراء اللي ممكن نعمله معاه. نعم. هنا بنقول طبعا بيمنع تقسيم الشاشه على المنصه. التقسيم بتاع الشاشه دوت بيخرج الطالب، لانه دوت فيه دلاله ان الطالب بيقوم باي محاوله نش. نعم. وطبعا لو المنصه اتقفلت لن يسمح لدخول الطالب مره اخرى. كمان بالنسبه للكتب البي دي اف الالكترونيه اللي على التابلت بيتمنع فتحها نهائيا على التابلت او فتح اي نوافذ او محاوله تهكير الجهاز. طبعا كل ده بيخرجك من المنصه نهائيا. نعم. كمان بالنسبه للمنصه بنقول في برنامج عندنا في التابلت اسمه جيو جبرا، ده ممنوع استخدامه نهائيا في اثناء الامتحان. بالنسبه لتغيير وضع التابلت، الغاء شريحه المهام اللي حضرتك لسه بتقول عليها الاسفل الشاشه. نعم. كل ده بيخرج ولادنا من المنصه نفسها. بنقول للاولاد اكتبوا كود الامتحان اللي حضرتك استلمته بطريقه صحيحه، واكتب كمان الباسورد بتاعك بطريقه صحيحه. بالنسبه للامتحان، لو انا عندي اي مشكله تقنيه لا قدر الله حصلت اثناء الامتحان وفي مشكله بالنسبه للدخول، ما تسيبش اللجنه بتاعتك غير لما تعمل محضر اثبات حاله وتستلم ورقه اللي هو الامتحان ورقي وتبدا تمتحن بشكل ورقي. بنتكلم على اي مدرسه في جمهوريه مصر العربيه، اذا حصل في اي مشكله خاصه بالمشكله التقنيه ولادنا يحاولوا الدخول بالنسبه للمنصه، حاول اول 10 دقائق، احنا كلنا مش بنخش مره واحده، حاول في اول 10 دقائق الدخول وهتخش ان شاء الله على باذن الله. نعم. لو تعذر دخول الطالب على المنصه، لو سمحت اعمل محضر واثبت حاله عن طريق مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسه واستلم امتحانك ورقي. خليني اكد على النقطه دي تاني يا دكتور ياسر، يعني هو الطالب لو دخل اللجنه في خلال اول 10 دقائق التابلت بتاعه ما سجلش على المنصه لاي سبب من الاسباب، سواء دخل الباسورد غلط، نسيه غلط، او ما المنصه نفسها فيها مشكله، اصل ممكن ما يدخلش هو والباقي داخلين. بالظبط يا فندم. تمام. ففي الحاله دي بعد اول 10 دقائق نقول ربع ساعه. ايوه يا فندم بالظبط كده. احنا بنقول طبعا في دعم تكنولوجي موجود في المدارس. تمام. عن طريق مسؤول التطوير التكنولوجي، وفي غرفه طوارئ موجوده في المديريات. بنقول لو في حاله تعذر دخول الطالب على الشبكه، طبعا بيتم دوت لمصلحه الطالب، بيسجل محضر بالموقف دوت والطالب بيمتحن ورقي امتحانه كامل بالشكل دوت. تمام. طيب بنقول بالنسبه لاولادنا، انت خلصت الامتحان بتاعك على خير ان شاء الله واجاباتك جميله، لو سمحت ما ينفعش تخرج بره اللجنه وتخرج بره المدرسه اللي بعد ما تعمل عمليه سيف وحفظ للاجابات بتاعتك. في زر اسمه زر تسليم الامتحان، اتاكد ان انت دوست على الزر ده وفي رساله جات لك بنجاح التسليم. عشان خاطر الطالب لو ما دست على الزر دوت هو كده خلاص خلص الاجابات، وما دست على الزر فبالتالي كده الامتحان اجابات الطالب ما وصلش المنصه بالنسبه للصفحه الالكتروني. فبنقول لاولادنا لو سمحتوا ده شيء في منتهى الاهميه، تمام، هجي لك رساله بالشكل ده. طيب انا دلوقتي جاوبته في بعض، لكن هي مش هتسجل بره المدرسه. نعم يا فندم. يعني لو خرج بره المدرسه، لو هو عمل سيف وما جاتلوش الرساله وخرج بره المدرسه. بالظبط. خرج بره المدرسه يبقى كده خلاص للاسف هو خرج بره النتورك بتاع المدرسه قصدنا يعني. ما يعني ايوه لا هنا احنا دلوقتي بنتكلم انه في مسؤول التطوير التكنولوجي موجود في المدرسه. تمام. انا بتكلم انه في حاله، احنا دلوقتي استاذ حسام بنتكلم في ايه، احنا دلوقتي الطالب خلاص جاوب والدنيا مستقره معاه الالكتروني ان شاء الله ودخل على المنصه واجاباته جميله جدا. جميل. بتكلم في نهايه اللجنه في بعض الاولاد بينسوا اللي هي المساله بتاعت حفظ الاجابات او الحفظ للاجابات وتسليمها لمنصه الامتحان نفسها. وهجيله رساله، الرساله دي بتقول له انه تم التسليم بنجاح، يبقى انت كده خلاص وصلت اجابتك. ولو ما تاخرت الرساله لاي سبب من الاسباب تفضل قاعد لغايه لما تجي لك الرساله. أيوة. بالظبط كده، لا تغادر اللجنه بتاعتك واطلب مسؤول التطوير التكنولوجي يحل لك المشكله دي ان شاء الله تعالى باذن الله. تمام. بالنسبه للاولاد طبعا، بالنسبه للامتحان الالكتروني في ميزه جميله جدا بالنسبه لاولادنا، في حاله نسيان اي سؤال بتجيله رساله واللون الاحمر بيبقى واضح ان السؤال دوت انت حضرتك لم يتم الاجابه عليه. حلو بالضبط. قوي. فبالضبط كده ايه، حضرتك ارجع وجاوبه، ده في حاله النسيان مش في حاله عدم معرفه الاجابات. نعم. بالنسبه طبعا امتحاننا النهارده الحمد لله الامتحان واضح، التعليمات واضحه من الاستاذ مستشاري المواد بالوزاره انه الامتحان هيكون في المقرر اللي تم تحديده من بدايه السنه والنشره وتوزيع المنهج اللي جاي من مستشار الماده. بالنسبه للاسئله الصياغه واضحه، ما تحتملش اجابتين، كل حاجه واضحه ان شاء الله طالب باذن الله. بالنسبه للاسئله بتتوزع على كل مستويات علوم المعرفيه،
يعني في خاصة أسئلة خاصة بالفهم، بالتطبيق، هو بالتحليل، الامتحان بالتركيز، النهارده بدأ بالتقويم. اعتقد الساعه 9 هي أكيد يا تقريبا. فندم، بالظبط كده يا فندم. هو بدأ إن شاء الله تعالى بإذن الله. تعالى بنطمن السادة أولياء الأمور من خلال شاشة حضراتكم الكريمة، من خلال حضرتك، إن الامتحان إن شاء الله واضح، الصياغة واضحة، مفيش حاجة تحتمل إجابتين إن شاء الله. بالنسبة للأسئلة بتتدرج من الأسئلة السهلة إلى الأسئلة الأصعب، وكل حاجة بخير إن شاء الله تعالى بإذن الله، وربنا يوفقهم على خير يا رب، يخرجوا كده مبسوطين بأمر الله تعالى. يا رب. خليني يا أسألك في رب. النقطتين اللي أنا يعني بصراحة استوقفوني في حالة تغيير مادة اللغة الأجنبية للطالب اللي في سنة أولى ثانوي. طبعا ايوه انا مش فندم، فاهم يعني ايه هو يجي يوم الامتحان يغير مادة اللغة الأجنبية بالنسبة له، بس يعني دي برضو اوبشن او حاجة جديدة من الوزارة. والحاجة التانية، لو الطالب في الصف الثاني الثانوي ايوه حول حب يحول من علمي الأدبي او من أدبي العلمي. طيب، هو عامة بالنسبة للطلاب احنا بنتكلم عن حالة عامة خاصة بطلاب الجمهورية كلهم. في بعض الطلاب اللي تعذر الوصول للمدرسة لأي سبب، بعض المحافظات ذات الطبيعة الخاصة، فبنقول الكلام ده إن شاء الله يبقى فيه شيء مرن جدا. بعض الطلاب ولادنا واهالينا الطيبين في القرى والنجوع واللي بعيد عن المعرفه شويه، الاولاد اللي ممكن يختاروا ماده ممكن يخطئوا في اختيار ماده بالنسبه للماده اللغه الثانيه، بنقول لهم في مرونه بالنسبه لحضرتك، انت دلوقتي اخترت ماده او لاي سبب تقني او لسبب ورقي، الماده اللي انت اخترتها حصل فيها اي خطا لا قدر الله، في مرونه بالنسبه للتعديل، وبتمتحن امتحان ورقي ما تقلقش من اي حاجه خالص. بالنسبه للصف الثاني الثانوي بنقول بالنسبه للتشعيب، حضرتك عايز تنقل من ادبي لعلمي، حضرتك بتمتحن امتحان ورقي بالنسبه لهذه الماده، وده شيء من اشياء المرونه بالنسبه للتربيه كويس والتعليم. جدا طبعا. في بعض الاولاد، طبعا في بعض الاولاد بيبقوا متخوفين اكتر، بيميلوا شويه للادبي، الادبي لا ده انا بحفظ مش أنا بفهم وصلت وحاجات الكلام المعلومة. أنا الدارجه دي. بشكرك على كل هذه المعلومات دكتور ياسر سليم، الباحث بكلية التربية بجامعة السادات. شكرا جزيلا على وجودك معنا، وبالتوفيق لكل أولادنا في المراحل الثانوية وقبل الثانوية وفي الثانوية العامة. خلونا نروح لتقرير سريع كده، تقرير مهم، حيث شاركت الفنانة صفاء أبو السعود وباقة من النجوم في حفل لذوي الاحتياجات الخاصة بمعهد الموسيقى العربية. وفي حوار خاص للنيل قالت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود إن هي بتهتم وتحرص على مشاركة ذوي الهمم في احتفالاتهم، لأنهم من يبعثون الأمل في الحياة لكل الفنانين. فلنتابع. مشاهدينا الكرام، على هامش الاحتفالية التي ينظمها مركز الحفني لتنمية المواهب والخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بيسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء من داخل معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية، مع الفنانة الجميلة نجمتنا اللي دايما طلتها بتسعد الجماهير، الفنانة صفاء أبو سعود. أستاذتنا الجميلة، بنرحب بحضرتك معنا. أهلا بيك، وأنا يا رب أكون قد التقديمة الحلوة الجميلة اللي أنت قلتيها عليا دي، يعني ده كتير عليا والله. الحقيقة يعني حضرتك من زمن الفن الجميل والأساتذة الكبار اللي دايما بنفتخر بيهم داخل مصر وخارج مصر، يعني خليك ميرسي، ده من ذوقك. عايزة حضرتك تكلميني عن مشاركتك النهاردة في الحفلة اللي بينظمها مركز الحفني لتنمية المواهب. الحقيقة أنا بحرص دايما إن أنا أكون معاهم في مركز الحفني، لأن فعلا هم بيعملوا رسالة إنسانية كبيرة، ودي أهم حاجة. الحقيقة التواصل مع ذوي الهمم شيء جميل جدا، شيء مهم، يعطيهم طاقة إيجابية، وهم بيدون على فكرة الطاقة دي هم كمان لما بيندمجوا معانا وبيحبوا الحاجة، حبوا الموسيقى، بتحركوا معاكي، كل دي طاقات إيجابية بتطلع وبتطلع علينا احنا كمان، يعني احنا مستفيدين مش هم بس. فأنا بحرص دايما على حاجة زي كده، لأنه الطاقات دي ما فيهاش مجاملات، بيحبوا شخص يحبوه لذاته، هم عندهم نقاء، عندهم إخلاص، عندهم بساطة، فتبقي مبسوطة وانت بتشتغلي معاهم، وفي نفس الوقت واثقة انهم لا يجاملوا. انا ما احبش اللي يقول لي الله عليكي وانا وحشة، طب يقول لي الله عليكي ليه وانا مش كويس. انما الطفل الصغير او الكبير او ويكون عنده من ذوي الإعاقة بيقول لك كلمة الحق. يعني دايما ابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصه ليهم مكانه خاصه، الدوله بتهتم بيهم. النهارده الفنانين العظام يعني شايفين حضرتك متواجده بنفسك بتشاركيهم الحفله، يعني ايه اللي تقوليه لهم النهارده وتقوليه لبقيه الجماهير اللي بيتفرجوا علينا؟
أقول لهم إنه بيطلع منهم عباقرة وناس شاطرين شاطرين جدا. على فكرة أنا في لجان كتير بالمناسبة، يعني الحمد لله وأنا بحمد ربنا على المشاركة دي، إني أنا في لجان كتير مختلفة خاصة بذوي الإعاقة، أنا بشوف فيهم مواهب خرافية والله، أطفال وكبار يعني بيعزفوا بيغنوا، عندهم أي إعاقات، حتى إعاقات يعني في النظر في السمع في حاجات كتيرة يعني جسدية، ومع ذلك بيعملوا شغل ما يعملوش واحد سليم 100%. فهم شخصيات جميلة وتستحق التقدير وتستحق إن احنا نخدمهم. يعني أخيرا، حضرتك بقالك كتير جدا مختفي عن الشاشات، النهاردة يعني أكيد بتسعدي الجماهير بطلتك الحلوة دي، تقولي لجمهورك إيه اللي حضرتك وحشاه بقالك سنين؟ يعني قال لهم وحشتوني جدا والله وحشتوني، بس يعني عايزة يعني ألاقي عمل حلو أنزل بيه، عشان زي ما أنتوا بتحبوني وتحبوا تشوفوني أحب أكون دايما عند حسن ظنكم بعمل جميل وكويس وما أختارش حاجة غلط فبتأخر معلش. فنانتنا الجميلة صفاء أبو السعود، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. شكرك يا حبيبتي، شكرا جزيلا. نشكر زميلتنا أمل صبري، بنشكر الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، ربنا يديها الصحة وتفضل دايما متألقة. وجزء مهم جدا قالته، فكرة مشاركة هؤلاء الشباب والأطفال والأولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة مهما كان احتياجهم، هم فعلا بيبدعوا أكثر من الناس العادية. خلونا نطلع لموجز لأهم الأنباء على رأس الساعة ونبدأ أول حواراتنا بعد ذلك. هذا الصباح مازال مستمر معكم، ابقوا معنا.